دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ وزارة التعليم في قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 أيام من خلال مقر لجان الإدارة بالمديريات التعليمية. النهاردة هتبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج حجز أضاحي العيد بمبنى الهيئات والشركات بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي في مقر قطاع الإنتاج بسعر 175 جنيه للبقري وزن قائم و155 جنيه للجاموسي وزن قائم والضأن 200 جنيه للكيلو وزن قائم بتخفيضات تصل ل 10 جنيه في الكيلو وزن قائم وتخفيضات في العجل الواحد بتصل ل 3000 جنيه عن السوق. النهاردة هيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي اللي بيقوم بزيارة للقاهرة، ومن المقرر أن تتناول المباحثات العلاقات المصرية القبرصية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة. كما من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك عقب ختام مباحثتهم. النهاردة هتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء اللي بيوافق الرابع من يونيو من كل عام بهدف الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، وتأكيد التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال واسترشاد عملها باتفاقية حقوق الطفل اللي بتعتبر من أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولية على مر التاريخ.